شكل دور الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج كفاعلين رئيسيين في تنمية اقتصاد بلدهم الأم محور أشغال النسخة 15 من يوم إنشاء المقاولة الذي انعقد نهاية الأسبوع في باريس بمبادرة من جمعية رواد الأعمال المغربية. وسلط المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار مغاربة العالم فاعلون في تنمية المملكة الضوء على ديناميات مختلف جهات المغرب، مؤكدين أن الجالية المغربية مدعوة إلى الانخراط بشكل أكبر في هذه الدينامية من خلال الاستفادة من خبراتها وكفاءاتها المكتسبة في بلدان الاستقبال. الهدف من هذا الحدث هو تسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال في المغرب وإتاحة الفرصة للمؤسسات والمنظمات المكلفة بمواكبة المقاولين ومغاربة العالم عرض منتجاتهم وتقديم عرض الخدمات التي يمكن أن تقدم للجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا يوم مهم كيجتمع فيه مديرين شركات شباب حاملين مشاريع باش يتكلموا على يعني المشاكل اللي كنواجهوها اليوم، وكذلك يعني كل الابواب اللي كتفتح في باب الشباب المغاربه. وتهدف جمعيه رواد الاعمال الى المساهمه في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للمغرب من خلال اكتشاف عالم انشاء الاعمال والاخبار الاجتماعيه والاقتصاديه في المغرب، واقامه علاقات تآزر بين الشركات الموجوده في المغرب والكفاءات المغربيه بالخارج.